مرحبا بكم في جلسة توكيدات المصممة للتخلص من الخوف وتنمية الشعور بالأمان والثقة في حياتك. يعد الاستماع إلى التوكيدات الإيجابية قبل النوم أمراً قوياً بشكل خاص، لأنه في هذا الوقت يدخل العقل في حالة من الاسترخاء العميق والاستقبال المتزايد، حيث يصبح تردد موجات الدماغ على موجة ثيتا، وهذه الحالة مثالية لإعادة برمجة العقل الباطن. في هذه الجلسة سنكون مصحوبين بموسيقى مضبوطة على 396 هرتز، وهو تردد مرتبط بشاكر الجذر. ومن المعروف أن هذا التردد يساعد في التخلص من الخوف، مما يوفر شعوراً بالتجذر والأمان. واعلم أن هذه التوكيدات ما هي إلا مجرد تذكير لك بحقيقتك وجوهرك الحقيقي كمشارك قوي في خلق واقعك. للحصول على أفضل النتائج استخدم سماعات هيدفونز، واجعل هذه الممارسة من عاداتك الليلية قبل النوم. التكرار هو المفتاح للحصول على تغييرات عميقة في عقليتك وعافيتك وحياتك. سأكرر هذه التوكيدات، ويمكنك أن تكررها من بعدي بصمت أو بصوت منخفض أو عالي. الآن أغمض عينيك ودعنا نبدأ. أنا أشعر بالأمان والاطمئنان. أنا أثق بالحكمة الإلهية في مجريات الحياة. أنا أحتضن السلام في كل كياني. أنا مستقر ومتوازن. أنا محمي ومدعوم من الله في كل مكان وزمان. أنا أثق بنفسي وبرحلتي في الحياة. أنا في سلام تام مع الماضي والحاضر والمستقبل. أنا محاط بالحب والإيجابية. أنا في تناغم مع الكون. أنا أتحلى بالثقة والشجاعة. أنا أثق في أن كل شيء يتجلى بشكل مثالي وبالوقت المثالي في حياتي. أنا أثق أن كل شيء في حياتي يتجلى بأفضل الاحتمالات. أنا ممتن لنعمة السلام والأمان في حياتي. أنا منفتح على تجارب جديدة مليئة بالثقة والإيمان. أنا أستحق السلام والهدوء. أنا متصل بطاقة الأرض الثابتة والمتجذرة. أنا منسجم ومنفتح لاستقبال كل خير لي من الله. أنا هادئ ومسترخي. أنا أستحق الشعور بالأمان والطمأنينة. أفضل واقع لي يتجلى الآن بأسهل وأيسر الطرق. أنا مليء بالسلام الداخلي والسكينة. أنا منفتح لاستقبال الإرشاد الإلهي. أنا أثق في حدسي. أنا
أنا منفتح على وفرة الكون. أنا في سلام وتقبل كامل لذاتي كما أنا. أنا محاط بالطاقة الإيجابية الداعمة. أنا ممتن للسلام والأمان في حياتي. أنا واثق من قدرتي على التعامل مع أي موقف. أنا في سلام مع نفسي ومحيطي. أنا أثق في رحلتي في الحياة. أنا جدير بالحب والاحترام. أنا حر في عيش حياتي بأمان وسلام واطمئنان. أنا أشعر بالأمان والاستقرار والسلام. أنا أشعر بالأمان والاطمئنان. أنا أثق بالحكمة الإلهية في مجريات الحياة. أنا أحتضن السلام في كل كياني. أنا مستقر ومتوازن. أنا محمي ومدعوم من الله في كل مكان وزمان. أنا أثق بنفسي وبرحلتي في الحياة. أنا في سلام تام مع الماضي والحاضر والمستقبل. أنا محاط بالحب والإيجابية. أنا في تناغم مع الكون. أنا أتحلى بالثقة والشجاعة. أنا أثق في أن كل شيء يتجلى بشكل مثالي وبالوقت المثالي في حياتي. أنا أثق أن كل شيء في حياتي يتجلى بأفضل الاحتمالات. أنا ممتن لنعمة السلام والأمان في حياتي. أنا منفتح على تجارب جديدة مليئة بالثقة والإيمان. أنا أستحق السلام والهدوء. أنا متصل بطاقة الأرض الثابتة والمتجذرة. أنا منسجم ومنفتح لاستقبال كل خير لي من الله. أنا هادئ ومسترخي. أنا أستحق الشعور بالأمان والطمأنينة. أفضل واقع لي يتجلى الآن بأسهل وأيسر الطرق. أنا مليء بالسلام الداخلي والسكينة. أنا منفتح لاستقبال الإرشاد الإلهي. أنا أثق في حدسي. أنا منفتح على وفرة الكون. أنا في سلام وتقبل كامل لذاتي كما أنا.
أنا محاط بالطاقة الإيجابية الداعمة. أنا ممتن للسلام والأمان في حياتي. أنا واثق من قدرتي على التعامل مع أي موقف. أنا في سلام مع نفسي ومحيطي. أنا أثق في رحلتي في الحياة. أنا جدير بالحب والاحترام. أنا حر في عيش حياتي بأمان وسلام واطمئنان. أنا أشعر بالأمان والاستقرار والسلام. أنا أشعر بالأمان والاطمئنان. أنا أثق بالحكمة الإلهية في مجريات الحياة. أنا أحتضن السلام في كل كياني. أنا مستقر ومتوازن. أنا محمي ومدعوم من الله في كل مكان وزمان. أنا أثق بنفسي وبرحلتي في الحياة. أنا في سلام تام مع الماضي والحاضر والمستقبل. أنا محاط بالحب والإيجابية. أنا في تناغم مع الكون. أنا أتحلى بالثقة والشجاعة. أنا أثق في أن كل شيء يتجلى بشكل مثالي وبالوقت المثالي في حياتي. أنا أثق أن كل شيء في حياتي يتجلى بأفضل الاحتمالات. أنا ممتن لنعمة السلام والأمان في حياتي. أنا منفتح على تجارب جديدة مليئة بالثقة والإيمان. أنا أستحق السلام والهدوء. أنا متصل بطاقة الأرض الثابتة والمتجذرة. أنا منسجم ومنفتح لاستقبال كل خير لي من الله. أنا هادئ ومسترخي. أنا أستحق الشعور بالأمان والطمأنينة. أفضل واقع لي يتجلى الآن بأسهل وأيسر الطرق. أنا مليء بالسلام الداخلي والسكينة. شكرا لك على الانضمام في هذه الجلسة. تذكر أن مفتاح التغيير هو التكرار. اجعل هذه الممارسة جزءا من روتينك الليلي، وبمرور الوقت ستلاحظ تحولا عميقا في عقليتك وعافيتك وحياتك. يرجى الإعجاب والتعليق والاشتراك في قناتي للبقاء على اطلاع دائم بالمزيد من التأملات والممارسات العلاجية، وشاركني تجربتك في التعليقات. تصبح على خير. ناماستيه.